كان هناك شاب يبيع القماش ويضعه على ظهره ويطوف بالبيوت، وكان هذا الشاب جميل الهيئة، من رآه أحبه. وفي يوم وهو يمر بين البيوت أبصرته امرأة فنادته وأمرته بالدخول، فلما دخل، كمان في خطأ، ليش تدخل؟ ما تدخل يا أخي، أنت عندك محل. فاتت امرأة قالت لك الله يوفقك، بدي كاسة مي بس فوت اشرب من جوا. ما بتشرب أبدا، أنت لحالك بالمحل، ليش المرأة تفوت للغرفة الثانية تشرب عندك؟ إذا أنا بدخل لعندك على المحل وبشوفها طالعة من الغرفة اللي جوا سأتهمك. ليه؟ إلا خليكي واقفة عندك، جيب لك كاسة مي وأعطيها إياها. كن حذر يا شباب، كونوا حذرين، الأمر جدا خطير. يا بنات كوني حذرات. مرات أخت عفوا رايحة لمنطقة بعيدة من أطراف الشام، أخذ تاكسي لحالها ورايحة. وين رايحة أنت؟ قال والله بيت رفيقتي بمنطقة يعني الآن يخاف الرجال أن يصلوا إليها. طيب أنت طالعة مع هذا تبع التاكسي كيف؟ لوحدك؟ قال لا، هذا ثقة. مشكلة، هذا من الطريق وقف. هذا الرجل بيبيع قماش على يده، يدور على البيوت، امرأة نادت له من على الشباك تفوت تفوت بدنا ناخذ قماش. غلط، دخل. قال فلما دخل أغلقت وقالت إنني لم أدعك لأشتري منك، ودعته إلى نفسها بالحرام، فذكرها بالله وأليم عقابه، فما زادها إلا إصرارا، وقالت له إذا لم تفعل ما أمرك صحت في الناس، وقلت لهم دخل داري ويريد أن ينال من عفتي. فلما رأى إصرارها على الإثم والعدوان سألها أن تسمح له بالدخول إلى الحمام أولا، ففرحت لذلك فرحا شديدا. دخل الحمام وجسده يرتعش من خوف الوقوع في المعصية. فجأة خطرت له فكرة، فقام، موقف جدا صعب، فقام ولطخ جسده بالقاذورات والأوساخ وبكى وقال إلهي وسيدي، خوفك جعلني أعمل هذا العمل، فاخلف علي بخير. هي موقف جدا صعب. ثم خرج إليها، فلما رأته على هذه الحال صرخت في وجهه قائلة أخرج من داري يا مجنون. فخرج خائفا يترقب الناس وماذا سيقولون عنه، حتى وصل إلى بيته وهناك خلع ثيابه واغتسل غسلا حسنا. فعندما خرج من الحمام عوضه الله شيئا عظيما بقي في جسده حتى فارق الحياة. لقد أعطاه الله رائحة عطرية تفوح منه لمسافات بعيدة ويشمها الناس حتى لقب بالمسكي. وعندما مات كتب على قبره هذا قبر المسكي، وهو موجود في الصالحية قريب من جامع الحنابلة. العفة يا إخوان تورث خيرا كبير، طهركم يورث خيرا كبير لكم في الدنيا وفي الآخرة. والله إن لم تكن العفة فهي تورث شرا كبيرا في الدنيا والآخرة. إن لم يكن الأمر مادي فالأمر معنوي، يعني عفوا يلي ماله عفيف رائحة قذارته ظاهرة، يعني وإن كان هو بحط كلونيا، والعفيف رائحة طهره ظاهرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.